مسيرة 15 أكتوبر، وهذه ربما الكلمة الختامية، نعم. مسيرة 15 أكتوبر هي مسيرة باش تعبر على كل هذه الفئات وكل هذه القطاعات، وباش تخرج كل هذه المظالم للرأي العام الوطني وللرأي العام الدولي، باش الناس كل تكون على بينة من اللي قاعد يصير في البلاد، ولكن أكثر من هكا باش الناس كل تعرف أنه راهو في البلاد هذه الديمقراطية ليست يتيمة، وإنما الديمقراطية أيضا عندها ديمقراطيين يدافعوا عليها، وعندهم ديمقراطيين مستعدين يضحيوا من أجلها، وعندها ديمقراطيين مستعدين يبذلوا الغالي والنفيس من أجل الدفاع على القيمة هذه وعلى المبدأ هذا. مسيرة 15 أكتوبر اللي إن شاء الله باش تكون مسيرة فارقة في مقاومة الاستبداد من حيث حجمها وعدد الحضور اللي إن شاء الله باش نتوقعه باش يكون أكبر حضور منذ الانقلاب إلى حد الآن، وربما يذكرنا بمسيرة 27 فيفري اللي نظمتها حركة النهضة سنة 2020. فأيضا إن شاء الله المسيرة هذه باش تكون مقاربة في الحجم للمسيرة هذيك، ولكن أيضا المسيرة هذه بما تعبر عليه من شعارات سياسية واجتماعية وغيرها، أيضا إن شاء الله تنجم تترجم صوت المجتمع التونسي وتطلعات الشعب التونسي، وتستطيع أيضا أنها توضح مجمل المظالم اللي قاعد تعرض لها كما قلت مختلف القطاعات والفئات المجتمع. شكرا لك الأستاذ رياض الشعيبي عضو جبهة الخلاص الوطني القيادي في حركة النهضة.